الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في مسنده: أين أنت يا معاذ؟ لما تأخرت علينا؟ قال رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى. في واحدة رافضية تعبانة من ضحكنا فثبت، قلنا نتركها واستسمع الرابط في الآن يريدون قتلي. قال عن أبي الزناد، هي تركيا فيها رافض؟ ها؟ تركيا فيها رافض؟ تركيا؟ ما أدري، أنت خايف مني؟ ما أدري. الرافض هؤلاء ينتشرون انتشار النار في الهشيم، يعني ما أدري حقا. صدق ما تدبرت هل حقا فيها رافض أم لا، ما أعرف. لكن فيها أولاد العمومة. لا، أنا ما أقبل عذرك يا معز، حقا ما أقبله. وقلت لك سأهرسك هرسا حتى تكون كطعامك الذي تأكله يوم الجمعة، كل يوم جمعة اليوم المبارك هذا تأكلون هذا الطعام. ماشي، تفضل. قال رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم، هنا يقول لا يبولن يغتسل. المفروض في الاثنين، خلي بالك. ماشي، نعيد الآن فصل الماء الدائم لموسى الشافعي. موسى الشافعي كما قلت مهم جدا بالنسبة لي، لأنه ليس لي بل لأهم يعني شخص عندي. تفضل. الحمد لله. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في مسنده: قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم، ويغتسل أيضا على وجه آخر. عامة أقول هذا الحديث حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. البخاري أخرج عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وزاد في قول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، قال الذي لا يجري، تفسيرا وتأكيدا. أنا أستمحكم عذرا لو تأخرت عليكم وآسف جدا، كان أمر طارئ لابد أن أنا يعني أتواجد عليه فسامحوني. وقال يغتسل فيه، ما قال يغتسل منه. فهناك فارق بين يغتسل منه ويغتسل فيه. أما يغتسل فيه يعني ينزل فيه، يكون ظرفية. يغتسل منه يعني يتناول منه. هذا الفارق بين أمرين، وسأبين إن شاء الله في هذا الباب. وأما مسلم فأخرج عن زهير بن حرب عن جرير عن هشام عن ابن سيرين بلفظ الشافعي، وفي أخرى عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما في سنن أبو داود فأخرجه عن أحمد بن يونس عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بلفظ الشافعي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأيضا في رواية أخرى في أبي داود رواها عن مسدد عن يحيى عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا يغتسل فيه من الجنابة. وأما الترمذي فأخرجه عن محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وقال ثم توضأ منه. والنسائي أخرجه عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمثل لفظ الترمذي. وفي أخرى عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بلفظ الإمام الشافعي: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وأيضا قال يعقوب: لا يحدث في هذا الحديث إلا بدينار. هنا لا يبولن جازمة، فرمة سهلة جدا مش صعبة للدرعمية. ما هي سيدي؟ فين الجزم؟ سيدي لا، ده هنا ما نقول مجزومة. هي لا 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 ناهية، صح كده؟ نعم. من حقها أن تجزم الفعل ولا مش من حقها تجزم؟ من حقها سيدي حق. أنا نقول مجزومة بالسكون المقدر منع نزول اشتغال محل بحركة البناء. بحركة الإيش؟ البناء. للاتصال بإيش؟ بنون التوقيت. بس هذا حاجة، الاتصال بنون التوقيت. عليك توترني بس. ها؟ هل توترني تفاجئني؟ لا ما أوترك، أنا المتوتر.
في قول لا يبول أن، وهذا نهي، والنهي أصله التحريم، أحدكم في الماء الدائم، والماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري. ويدل على ذلك التأكيد الذي في رواية الإمام البخاري حيث قال الماء الدائم الذي لا يجري. نعم بدون التوكيد. أيضا صاحب رفيدة أتى به، شوف هذا ليس عربيا. سوايه لم يكن عربيا عادي. وسواي لم يكن عربيا، نعم، لكن هذه آية، آية من آيات الله والله. نعم سيدي. فرواية البخاري قال الماء الدائم الذي لا يجري، وفي رواية الشافعي قال ثم يغتسل منه، ما قال يغتسل فيه. أما رواية البخاري قال، وفي رواية أبي داود أيضا ثم يغتسل فيه، والفرق بينهما أن الاغتسال منه هو أن يتناوله تناوله، يتناوله تناوله، أما الاغتسال فيه يدخل فيه. إيش الفرق بينهما فقهيا؟ إيش الفرق بينهما؟ الفرق بين أن يتناول والفرق بين أن يدخل فيه. هذا اغتسال وهذا اغتسال، عمم جسده الماء، هنا عمم جسده الماء، لكن هذا دخل فيه والثاني يتناول منه، ما الفرق بينهما؟ أنا أريد منهم الإجابة. صدقوني هذا مفرع على اعتقاد، يعني على 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 تخريج على مسألة فقهية معينة. أبو عبد الرحمن الغياتي، أين أنت أبو عبد، يا أبو عبد الله؟ نعم ممتاز، صاحب رفيدة، شوف شوف شوف، أبو عبد الله أتى به، وأيضا هو نفسه أتى به، أنا أستغرب، وأيضا أحمد ما شاء الله أبو رقية. طيب، هو الفرق بينهما على تخريج على مسألة الماء المستعمل، الماء مستعمل ماء طهور أم لا، ولأنه إذا نزل فيه صار الماء وإيش؟ مستعملا. إذا تناوله رفضنا ما لم يكن مستعملا. لذلك نحن نقول بقى في هذا الباب لابد أن ننظر في مسألة إذا بلغ الماء قلتين أو لم يبلغ قلتين. فإذا عندنا الحديث مجملا، حتى نبين فيه، عندنا الحديث مجملا، عندنا نهيان لا نهي واحد، كأنهما جملتان منفصلتان. الجملة الأولى النهي عن البول في الماء، الجملة الثانية النهي عن الاغتسال في هذا الماء. اجعلهم أمر منفصلتين الآن. فالأولى النهي عن البول، يبقى إذن حكمها لابد أن ننظر في التفريق بين الماء القليل والماء الكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا 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 بلغ الماء قلتين لم يحمل لم يحمل خبث، فإن بال فيما دون القلتين صار الماء. بسرعة يا أحمد، بال فيما دون القلتين صار الماء نجسا، صار الماء نجسا في كل أحواله، فلا يستطيع أن يغتسل منه ولا يغتسل فيه، لأنه بذلك يكون قد تنجس بالماء النجس. طيب، إذا قلنا هذا في الأول، إذا بال في الماء الذي بلغ القلتين، هذا له نظر آخر فقهي، وهو نقول فإذا بال في الماء الدائم الذي هو فوق القلتين ينظر فيه، فإن تغير قلنا صار نجسا. طيب، وإن لم يتغير يبقى على طهوريته، لكن يبقى كراهية استعماله. ليش؟ للاستقذار، للاستقذار، للتقذر، يبقى يعني كراهية الاستعمال للتقذر. لو أخذنا الجملة الثانية دون ارتباطها بالجملة الأولى، معناها مرتبطة كما سنبين ثم عطف، إذا أخذنا الجملة الثانية عنها منفصلة، قلنا لا يغتسل في الماء الدائم، لا يغتسل من طبعا منه، هيكون ارتباط بالجملة الأولى، لا يغتسل فيه نجعلها منفصلة وعلى ذلك نرجع إلى الارتباط، لا يغتسل فيه يعني لا ينزل في هذا الماء. طب لما هذه أيضا استدل بها من قال بأن الماء المستعمل ماء طاهر ليس بطهور، لأنه بعد ما يستخدمه يصير الماء باستعماله ماء مستعملا، والماء المستعمل يصير طاهرا لا طهور. هذا أيضا سيرجع لنا في الكلام على أقل من قلتين أو فوق القلتين، لأن الماء يطهر بالمكاثرة في هذا الباب. فإذا رجعنا إلى الارتباط في هذا الباب، نقول بأنه لا يبول ثم لا يغتسل منه. لما لا يغتسل منه؟ لأن الماء صار ناجسا. اصحى معي صار ناجسا إن كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين، لكن تغير البول. فإن لم يتغير قلنا لا يغتسل منه أيضا تناولا، لأنه إيش؟ سيتقذر تقذرا، فيبقى في هذا الباب. لذلك قال فإذا دخل في الماء وغطى فيه وكان الماء دون قلتين فإنه يطهر ويصير الماء مستعملا. هذا إذا قلنا بالانفصال عن إيش؟ عن البول فيه.
وذلك بخلاف القلتين فإنه لا يؤثر في الاستعمال. والصحيح الراجح أنه لو اغتسل منه وصار مستعملا فالماء المستعمل على الراجح الصحيح هو طهور ليس بطهر. المستعمل الماء المستعمل طهور ليس بطهر. الماء المستعمل طهور ليس بطاهر. و و و وقد يرد علينا إن قلتم طهور قلنا ما في دلالة على سلب طهوريته، لا سيما وأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول ابقري ابقري وأقول له ابقري ابقري. وأيضا استعملت ميمونة الماء لكن هذا متبقي، لكن لا يبعد أن تكون قد استعملت منه ما استعملت واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله الماء لا يجنب. يرد علينا أنهم في السفر ما كانوا يستخدمون الماء، في السفر ما كانوا يستخدمون الماء الذي يتقاطر من أيديهم ويجمعونه ليتوضأوا به بعد ذلك ويتيممون. قلنا تركوه تكذرا، يبقى الإجابة على الإيراد أنهم تركوه تكذرا، ويكون الصحيح الراجح أن الماء المستعمل إيش. وفي قوله يغتسل منه أو فيه ترتيب لوقوع الغسل بعد البول، وأن النهي عن الاغتسال إنما هو لأجل وجود البول، هذا إذا قلنا بعدم الانفصال في الجملة. فأما في رواية أبي داود الثانية قال ولا يغتسل فيه من الجنابة، فظاهرها لا يفيد ما أفادته لفظة ثم، وكأن الحديث تضمن نهيين، أحدهما النهي عن البول في الماء الدائم والآخر منفصل النهي عن الاغتسال في الماء الدائم يعني بما هو فيه من أو تقللا. نعم صحيح، تقذرا أو تقللا هذا صحيح. سبحان الله ما أبدع اللغة العربية مفهومة، مش لأني لا أعرف معنى تقللا أطلب شرحها. يعني وجدوه قليلا لا 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 يستخدمونه، يعني لن يصل رايت. وكمان أنت تطلب أصلا تفهمه، خلاص خذ منه دروس بس أتحفه بما عندك وهو يتحفك بما عندك إن شاء الله. إذن الحديث كأنه يتضمن نهيين، النهي عن البول في الماء الدائم والآخر النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، فيكون فائدة النهي عن دخول الماء الدائم والاغتسال فيه، هذا مدلول اللفظ، ويكون الاغتسال فيه سالبا له حكم الطهورية كما يسلبه إياه البول، ويزيد البول عليه بأنه ينجسه لنجاسته في نفسه، والجنب ليس بنجس لكنه يصير الماء مستعملا. ولذلك في الوقت الترمذي والنسائي قال ثم يتوضأ منه بدل يغتسل، وهذا كنا بالجملة الأولى. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الماء الدائم هو الراكد الذي لا يتحرك، بأنه لا ينجس لوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير. ما لم يتغير هنا الشافعي يقول الماء الدائم لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. طيب نقول له الكلام يحتاج إلى زيادة حتى نقبله أو نفهمه عن الشافعي. قال الشافعي يقول الماء الراكد لا ينجز بقوع النجاسة فيه، هنا يقتضي الكلام زيادة حتى نقول وهذا مذهب الشافعي. هاتي ما عندك أو اجعل بقى من أين. أبو عبد الله أين هو؟ يجيب سيدي. ما أجاب؟ أجاب ما أجاب؟ أين هو؟ قل له أين أنت؟ نقول قال أبو عبد الله أجاب ولا ما أجاب؟ هي عنده أصلا، ده هو درسها. الله يهديك الميت هذا. أيضا صاحبك قال هو شهادة قال على نفس الإجابة، وأيضا هناك أكثر. وأبو عبد الله هذا طالب علم قال بتغير أوصافه جيد ماشي. ماذا قال أبو عبد الله؟ ماذا قال هو هنا؟ ما التقدير الذي يجعلني أقبل كلام الشافعي لأفهمه فهما تاما؟ في تقدير تقديران عشان أكون يسرت الأمر عليكم. هل أتوا بتقديرين؟ ممتاز، لكن الأولى خطأ. إذا كان أقل من القلتين مش أكثر. مش هقول قال لا ينجس لوقوع النجاسة فيه، يبقى ما لم يتغير أو كان دون القلتين. ما لم يتغير أو كان دون القلتين. إذا تغير وكان فوق القلتين قلنا نجس، لأنه تغير تأثر صح ولا لا؟ وإن كان دون القلتين دون أن نبحث، لأنه مفهوم مخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، يبقى إذا مفهوم مخالفة يحمل الخلاص. نعم هذا هو يوسف صح،
حديث القولتين يقول به. ويحمل هذا النهي على احد امرين، اما على تخصيص بالماء القليل او انه على جهه الاستحباب، لان النفس تعف الماء اذا خالطه البول، هذا بشرط ان لا يكون قد تغير، فله ان تركه يكون تقذرا. والحديث ايضا قد يعني اشار الحديث او دل الحديث على ان الماء الجاري لا ينجس حتى لو بال فيه المرء، لانه قال لا يبولن في الماء الدائم. طب لو بال في الماء الجاري حكمه يختلف. ليه ما بقى حكمه يختلف؟ كيف فلسفتها إذا قلنا بالفلسفة؟ لأنه لا، لو بال في موضع الماء يجري، فالجارية الثانية تأتي على المحل فتطهره، لأن ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة الماء. الماء له قوة دفع يدفع النجاسة، ولذلك قلنا الجارية الأولى تأتي على محل النجاسة يعني فتطهره منه، تطهره. والتجدد هذا فيه إيش؟ في قوة تطهير. فكل جارية تأتي على محل، لو أتى محل النجس فطهرته صار المحل بها طاهرة، فتأتي المتجددة الجارية الثانية تأتي على محل طاهر، فيجوز التوضؤ منه، ويجوز التوضؤ منه. وطبعا أصلا من أعجيب الكلام في هذا الحديث أن ابن حزم يرى بأنه يعني بأنه إذا بال في قارورة وجعلها في الماء الراكد تغير كل الحكم، يجوز الاغتسال فيه والاغتسال منه. لما؟ لأن النص جاءه إذا بال هو يعني في نفس الماء، لكن لو في شيء آخر ما في. وأيضا الأسوأ من ذلك فرقوا بين الغائط وبين البول. هذا كلام يعني الكثرة فيه لا تفيد، وأيضا كلام ساقط جدا 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 ليس بصحيح فقهيا. الفوائد المستنبطة: الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. حلاوة شرعنا وسعة التشريع، ما ترك شيئا قط صغير أو كبير إلا أتى به. العطف فيه إطلاق اشتراك الحكم، العطف فيه إطلاق اشتراك الحكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.